بين مناسبات اليوم الوطني للمهاجر ريجن التحية تقدير طبقران تمار أبناء الجالية أينما كانوا نتقادثنا الطاس خ الوطني ينسان ونقرص التحية النضالية زي ثماثن أم زقمي صاحب الجلالة أقر نهار 10 غشت يوم وطني للجالية يدور نهار ديجل الفضاء إجل الفضاء ماني الجالية زمارة مسرقة مرة القوى الحية باش تافض الصوضن الهموم نسان الصوضن المشاكل نسان إيه المسؤولين باش تاف مرة نسان أذ حولا أذ فن الحلول إيه المشاكل اللي زيتعنا الجالية بالنسبة الطرف عنينو نش كنائبة برلمانية ذي الفارق الحركيينو نترافع خرج المجموعة من الملفات جاء تخص الجالية بالطبع ذني اتصال مباشر لكن مجموعة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سقوضنا نغ مجموعة من الملفات مطلبية نترافع عليها يمكن أهمها وهو جودة الخدمات المقدمة للقنصليات للتذكير فقط نشين ترافع الملف المطلبية ومؤخرا تم تشكيل لجنة برلمانية تتواصل أك مجموعة من القنصليات ذي الخارج قصد الوقوف على المشاكل اللي جات تتخبط فيها أو قصد الوقوف على نجاعات الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج كذلك نترافع الطاس بشتاف لتبسيط المساطير الإدارية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج وبالمناسبة نتا ذي المشكل ضم قران تفنت يوداني تسنزي الخارج نقارس الشين تفنج المجموعة من تسمى المشاكل ذي المساطير ونشين السنة إلى التوين ديج نشهار 20 يوم منايا يتجاثن وغاس نبور وقت باش تاف هذا الزرن إذا نشين نبدا نتبدا باش تاف المساطير أذويان تسجن بطريقة بسيطة وفي وقت وجيز كذلك نساهم أو نترافع ونخدم على تسهيل عملية المرور نسن بالله كذلك الجالية خميتة استفيش مجموعة العراقيل خميتة ذف غال المغرب لذي الحدود ولذي مجموعة من المناطق إزيتك كذلك نترافع نواكب المغاربة ذي مجموعة من الملفات المطلبية الشخصية لأن التصل ذاكين غطاس نيوذان ونتحاول ما أمكن أثن نواكب باش أثن نعاون باش أثفكن بعض الملفات كفريق أو كنائبة برلمانية كذلك نناضل على ضرورة تعزيز المشاركة السياسية المغاربة المقيمين بالخارج ومنايا النقطة ضمنت الدستور لذلك نشين نترافع لتنزيل مضامين الدستور الخاصة بالمشاركة السياسية ذي نج نقطة مهمة يتص نترافع خاص وخاصة ذي القانون الإطار يتخصن منظومات التربية والتكوين السن بالله القانون الإطار ليس جن مجموعة المواد إجا تخص التعليم ذي تعليم الجالية ذي الخارج وخاصة اللغة العربية ذي الأمازيغية كذلك بصفتي نائبة رئيس المجلس البلدي للناظور نستقبل مجموعة من المواطنين المقيمين بالخارج نستقبل ثنداني تاذي جماعة الناظور نتواكبثن ونتحاول ما أمكن هذا سنبسط جميع المساطير يتخصن المرور نسندني تا ذي الجماعة الناظور ونبقى رهن إشارة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج لك نائبة برلمانية ولك نائبة رئيس مجلس البلدي وقاغس تقاذيخ كنيو ثم ثنوم تحذجي كنيو والحمد لله ذي الجائحة كورونا ثبتن خيج الوطنية طم قرنت لا داخل الوطن
ولا كمغاربه مقيمين بالخارج انهم غاسنج الحس التضامني ضم قرن الطاس، لان نسن بلا الجاليه في سهم ذي المغرب اكيد مجموعه الجمعيات المجتمع المدني في اطار التضامن الاجتماعي قرصن تقاذا كنيو، ونتمنى ان شاء الله عام لي ديوسينا كنيو نزار ذانيتا لان ثم ثنوم حدا شي كنيو. بمناسبه اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادفه كل سنه العاشر من غشت، ديج المحطه الطمقرن تنا ونحيي جميع مغاربه العالم في كل دول المعمور. كذلك ديج المحطه كذلك تقييميه للسياسات الحكوميه الموجهه للجاليه المغربيه بالخارج. اذا تحتفل الدوله المغربيه باليوم الوطني للمهاجر عام الوزاره المنتدبه المكلفه بالمغاربه العالم تحت شعار من اجل تعزيز مشاركة الجالية المغربية بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية. هذه المحطة تمقرنت أنه توصل لك الأبناء الإخوة لمختلف دول المعمور. هذا نفكر في مختلف الملفات يخن ترافع. تصل الملفات تهمنت الجالية ترافع خاصن ديال البرلمان. مثلا تحسين خدمات القنصلية. تجويد وتحسين العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم. الإسراع بفتح دار المغرب في روتردام، الإكثار من المراكز الثقافية، تجويد البرامج التعليم الموجهة في تعليم اللغة العربية التي توجهها مؤسسة الحسن الثاني، تحسين الاستقبال، التصل الملفات يخن ترافع، المساهمة في يعني تخفيض تذاكر الطائرات، لأنه إن مرض الملفات يشنخفن مغاربة العالم الدفع خاصن. مؤخرا تواردني الملف النقل الجثامين المغاربة العالقين ليت تدي المغرب نتيجة إغلاق الحدود إني تقوم يقضان الباسبورتي يقضان ناثن، فبالتالي إذا مرض الملفات وجدت الأسئلة وجدت الملتمسات. من جانب الخاص في الملفات خمط رافع. ذني النقطة الغنية لو هي المشاركة السياسية لمغاربة العالم. فهذه النقطة الشين دائما تنادى لذي الحزب النغ ولذي الفريق النغ أنه الإسراع بتفعيل بنود الدستور 2011 17-18-30-163 لتفعيل المشاركة السياسية. فلحد الآن القانون نعاد وديوسي لأنه يتخصص سجن التوافق ديج النضج شن على مستوى المذكرة نوجه كفريق أو كحزب وزارة الداخلية بمناسبة الانتخابات المقبلة نقادي ندعو إلى تخصيص لائحة وطنية لمغاربه المقيمين بالخارج من اجل تعزيز حضورهم في البرلمان. هذه النقطه انه لان يتخصها نسرع انه المشاركه السياسيه كذلك المشاركه نسل في هيئه الحكامه لان ولاد واد الحق تيشاس الدستور 2011. عمق هيك الظروف نكرو مع عمليه مرحبا 2020 وتمشى مشينا الوزير هذه نجل عمليه استثنائيه شويه المغاربه وسين دغانغ اني وادي وسين التصنق قرصنا عمقه كاين خصبام لانه الظروف قد تولد اغلاق الحدود المتغير الوبائي. فنتوعدت انه نشي ان شاء الله ان نرفع اكثر خميل فتنثل فيما يستقبل من الايام لجميع ما نتوصل اليه انه ان يلي كيسن ان نعزز المشاركه لسن، لان الجاليه تؤدي الدور ضم قران اكثر من 7 مليون تشكل 10% من ساكنه المغرب، تساهم اقتصاديا انه تحويلات نسن السياحه الافكار نسن، لان هذه الشبكه الكفاءه ضم قران ليس الاطباء ليس المحامون ليس الاساتذه، فان غاسنج الدور ضم قران ادى لتنميه الوطن. فنقارصن يعني كل عام وانتم بخير، قايك انه نشتينا قانون بجانبكم، مرحبا بجميع ملتمساتكم، نشتينا ندعو دائما الى تفعيل البنود من الدستور 17-18-30-163 يتيش الحق المشاركه، ولكن لحد الان قانوني عاد وديوسي البرلمان لما يتخصص سجن التوافق جعل الاحزاب السياسيه الدوله. ففي التالي كاديني النقطة نديني النقطة المغني القانون المجلس الجالية رضوا ودي فيقشا فنشينا ماش داش نغذي ذي ويناث ذي المذكرة نغي نوجه وزارة الداخلية حما في انتظار ذي تفاعل ويناثا قالت نتخص مجن اللائحة وطنية إين ذي الخارج حما تفذا دسنا أدسنا ذي البرلمان. فنتمنى أنه الدولة والحكومة تستجب أكثر يا إما تفعل يا إما سجن التمثيلية ذي المجلس الثاني ذي الغرفة الثانية. فهذا هو الموقف المغنشين بكوينا. بالتالي يعني تحية جميعا من المجال، والسلام عليكم ورحمة الله.